أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس مع العلم أني أريد أن أكون من المتطوعين في الصيام؟ صيام الاثنين والخميس سنة، سنة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم.